القمة الكبيرة المرتقبة بين وفاق ستيف وشباب قسنطينة كانت قمة الرائد والفريق الذي لم ينهزم منذ 24 مباراة. الوفاق أراد أن يلحق بالشباب القسنطيني أول هزيمة لكنه اصطدم بفريق يحسن التفاوض خارج الديار ويخلق الفرص وينقل الخطورة على غرار ما حدث في هذه الكرة. الوفاق الصيفي قوي بميدانه مدعما بالآلاف من محبيه تمكن من خلق العديد من الفرص وهذه التسديدة التي مرت جانبية. زيتي صاحب التسديدة القوية لم يكن موفقا في هذه الكرة، بعد ذلك جاءت هذه الانطلاقة والتوزيعة والهدف الأول من إمضاء وتوقيع جحنيت وفرحة كبيرة عند الجمهور الصيفي. في ملعب الثامن ماي 45 بعد السيطرة وهذه الكيفية إعادة للكيفية التي سجل بها جحنيت الهدف الأول للوفاق الصيفي. فرحة الصيفية بهذا العمل وهذه التمريرة من جورمي والخاتمة من جحنيت لم تدم طويلا لأن شباب قسنطينة تمكن من تعديل النتيجة بفضل تسديدة نيت يحيى الرائعة. نايت يحيى ولا أروع ولا أجمل، يتمكن في الدقيقة 39 وبأي كيفية وبأي طريقة. جمهور الشباب القسنطيني هو الآخر تنقل إلى ستيف واستمتع بهذا الهدف الجميل وإعادة من كل الزوايا. وكرة من هنا الوفاق الصيفي حاول الرد بعد ذلك ولكن الخطورة كانت من جانب شباب قسنطينة في المرحلة الثانية عن طريق بولمدايس ثم فرصة يضيعها جحنيت بعد هذا العمل الثنائي مع زرارة. الوفاق الصيفي أو بالأحرى شباب قسنطينة كان خطيرا في الهجمة المعاكسة وصامير يضيع هنا فرصة متاحة للشباب. رد الوفاق بهذه التسديدة القوية من زيتي ولكن يتمكن دفاع شباب قسنطينة عن طريق